بالنسبة للزمالك، الزمالك طبعا بيواصل بعد ما رجع من تونس، بدأ استعداداته لمباراة بيراميدز يوم الجمعة في الدوري. أحمد فتوح جاهز للمواجهة القادمة، وفيريرا بيدرس عودة سيف جعفر في نص الملعب في مباراة بيراميدز. فيريرا قعد برضه عمل جلسة كده مع الونش، يعني بيحفزه ان الونش راجع طبعا من اصابه وعمليه جراحيه، وعمل عمل التاهيل واصبح جاهز. بس طبعا قرار بقى مشاركته طبعا هيكون حسب رؤيه مستر فيريرا. برضو فيريرا عامل جلسات منفرده كده، مع بيقعد مع اللعيبه عشان يحفزهم في الفتره القادمه. النهارده فريق الزمالك مواليد 2006 كسب امبي 4-2 في دوري الناشئين. الفريق ده بيدربه كابتن سيد حنفي لاعب الزمالك السابق، وفوز كبير النهارده لنادي الزمالك في مسابقات الناشئين مواليد 2006، فوز على MP 4-2.